تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في إطار حرص الوزارة على دعم الأسر المصرية. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. استمرارا للدور الاجتماعي الفاعل الذي تطلع به وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتقديم مساعدات عينية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بخاصة المرأة المعيلة. تتولى توزيع المساعدات على قاطني تلك المناطق الذين أكدوا على أهمية هذه المبادرة في تقديم الدعم لهم، بل وتعكس حرص وزارة الداخلية على التواصل الدائم معهم. أنا جنب التملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. الله يبارك له السيسي والناس الحلوة كل اللي قامت بالواجب وحاسين بينا، وربنا يعينهم كمان وكمان. اعطونا كرتونه فيها خير ربنا كتير طبعا، وربنا يديك كمان وكمان يا ريس ويقويك على اللي انت بتعمله معانا. بنشكر السيد الرئيس اللي هو دايما فاكرنا وبيعمل لهم مبادرات على طول، واحنا معاه وكلنا واحد، وتحيا مصر. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكايه مستمره من سنين، كل واحد فينا شرطه ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. لسنا هم طيبين، ونشكر سيادة الرئيس على دعم الناس الفقراء والغلابة، ونقول الله يكون في عونك ونشكر اللي. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا. ربنا يخلي الرئيس، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه. بتزامن مع قوافل المساعدات العينية، تحرص الوزارة على اصطحاب قوافل طبية في إطار المبادرة لتقديم الرعاية الطبية لقاطني المناطق الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وهو ما لاقى إشادة واستحسان المواطنين المستفيدين منها. النهاردة كشفوا للناس ودهم علاج وكشف عليهم كشف كويس جدا. أحلى مغادرة وفيها جميع التخصصات الطبي والجميع التخصصات. جينا كشفنا وصرفنا علاج مجانا وسلمونا كراتين، والكرتونة فيها خيرات الله. جينا كشفت وخدت علاج لعيني وخدت كراتين، ربنا يطول في عمره وانا صايمة كده ويبارك فيه لمصر. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل لنا علاج وخدمات طبية وكراتين وبطاطين وكل حاجة حلوة. تولي وزارة الداخلية لدورها الاجتماعي أهمية كبيرة، فهو أحد مستهدفات الاستراتيجية الأمنية التي تسعى دائما لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.